تعيشه اليوم بلادنا من تأزم في الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي للحد من انتشار هذا الوباء القاتل، إلا أن المواطن التونسي ما زال غير مبال بهذه الأزمة، حيث تشهد بعض الأسواق الأسبوعية وغيرها اكتظاظا غير مسبوق رغم تحذيرات السلطة المعنية بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالحجر الصحي. كاميرا الجنوبية تجولت في السوق المركزية بالعاصمة ورصدت الاكتظاظ الذي شهدته هذه السوق. أنت إيش تعمل؟ مروح، ما نعمل في شيء، نضيع في الوقت، صدقني نضيع في الوقت، ومن يمروح للدار. وإيش أقول لك؟ رأي جماعتين هذوما أخطر جماعتين في تونس. لطف، ربي ينجينا وربي يبعد علينا البلاء ويسترنا الدنيا وآخرة. أما بابا أنت كان شد دارك، مروح لطول الدار توا؟ أي. تسكن؟ نسكن في الدندان. كل يوم تهبط؟ ولا. عندي قديش ما هو كان اليوم هبط، قلقت فديت وليت هبط اليوم، قلت نعمل دوره ونروح. وعدني شد دارك من توا؟ هاي خذ ربي يا اخويا، شد دارك يا اخويا. سي معز والله برجولي غلطين نحن، خلينا نحكيه بصراحه، اما الظروف تحكم وراي ثم حاجات فوق منطقتنا. تو مثلا في المناطق الشعبيه، انا في جبل جلود، انا هبطت على شويه سميد وعلى شويه فارينه، لقيت شي. شوف والله ما ثم، والله ما ثم. شنو عندك؟ شنو عندك؟ نستحيل شويه خضره ولام نتاع حجامه باش نبداو نظاف الديار، اما نحن غلطين ونطلب السماح من حكومتنا. سمعت وزير الصحه بطبيعه الحال، وزير الداخليه سمعتهم الاثنين وعندهم حق، اما اليوم باش نلبس في الدار وعد مش معاش نخرج بحول الله. جمله شد دارك يا ولدي، مش شد داري، باش نشد الكوجينه، نسكر الله روحي في الكوجينه ما عادش نخرج. سمعت وزير الصحه؟ سمعت وزير الداخليه؟ سمعت. قال لك شد دارك؟ ايه انا للضروري خرجت. خرجت باش نقضي. للضروره؟ للضروره، خاطر انا ملي بدات كورونا ما خرجتش. توا خرجت باش نمشي نقضي نروح للدار. عندك ما خرجت؟ عندي توا شهر. جمله. وتوا خرجت باش تقضي؟ باش نقضي ونروح. باش شد دارك؟ باش نشد داري بالطبيعه. برا شد دارك؟ عايشك. عسام اخوي. عسام شو نقول؟ توا تحوس في الشارع؟ واحد يشيل في عادي يشد داره؟ ما خير نحوس ولا باش يشد داري. سمعت وزير الصحه البارح؟ سمعتوش. وزير الداخليه؟ اللي لقاوه في الشارع خطيه والحبس. الحبس زاد؟ اي. يروحوا بيك للدار. بعد الحبسه؟ بعد الحبسه؟ بشد دارك ولا؟ اي بالطبيعه بشد داري على خاطرك انت. يا امي. يا امي دود امه جاتني. شد دارك؟ بالطبيعه. جيت خديت كابتن حوت. وين تسكن؟ فوشانه نسكن. سمعت وزير الصحه البارح؟ سمعته. وزير الداخليه؟ سمعته. قال لك شد دارك؟ نشدوا الدار، راح نستر بحوت لاني نخدم لاني حتى شيء، نزت كابتن حوت شنو نقعد في داري. هكا وما عندي حتى شيء اخر. كل يوم تخرج؟ لا مش كل يوم. عندك ما خرجتش؟ تو عندي جمعه ما خرجتش. كل يوم؟ كل يوم خرجت باش نمشي ناخذ كابتن حوت وهكا. شنو كابتن حوت؟ سردينه، خديت طرف سردينه. وشد دارك؟ شد داري ملا. وعد ملا. شد دارك هكا هو. ننصح الناس الكل باش تشد ديارها. شكرا. خرجت تو خايفه هكا. ماكش عامله لا واحده ولا حتى شيء؟ ماشني عامله، ما شريتش. حتى يديك ما فيهاش قوندو؟ ما عندي شيء. علاه ما شريتش؟ عامله حتى شيء، ما عنديش باش نشري. باش تخدم؟ والله كنت نخدم شويه ملاوي وكل شيء على برويطه يا اخي، هم اللي جا الحاجه الصحي وقفنا كله يهون وكله على خاطر هالكورونا هذا. واحد يشد دار كل شيء يتعدى، المهم الصحه لابيس وكها وكل شيء يتعدى، حتى كي يقعد للشهر الواحد نورمال عادي. عندي شد دار؟ نشد الدار مالش باش نعمل. ديريكت للدار؟ ديريكت هاو باش نوصل هنا ونعمل الدور ونروح. عسام مرحبا. مراقبة اقتصادية. شنو الأمور؟ والله الأسعار قاعدة تنخفض. الاحتكار مانيش نقول لك متحكمين فيها 100%، مي سافا معناتها لي بخيكاد معناتها بالتعاون مع الشرطة سافا قاعدين نعملوا في حملات نخدموا كهو. مراقبة الأسعار. مراقبة أنا نخدم مراقبة الأسعار على المارشي سونترال. أنا تو نخدم على المراقبة نتاع العباد بشدوا ديارهم. أوي عندك ألف حق. أنت مراقبة وأنا مراقب. أنت مراقب كيف. أنت بشد دارك من بعد؟
انا وقت لي الدوله تقول لي شد دارك شد دار، وقت لي المارشي يسكر انا نشد دار، وقت لي المارشي يخدم والمارشي دو غرو يخدم والسلعه تهبط انا ما نشدش دار. كلمه تقول للعباد هذه تقول لهم رانا في خطر برشا برشا برشا، اللي ما عندوش علاش خارج ما يخرجش، نقعدوا في ديارنا، شدوا ديارنا، لصحتنا وصحة أولادنا ومستقبل بلادنا، وبلادنا راهو عزيزة وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا. عيشك. أنا رادار وأنت شنو؟ باهي أنت، أنا نسلس الليل وأنت نسلس الجاي. أنا رادار. أنت رادار بيدو عاد أنت صافا؟ الناس المخالفة اللي تحب تقاتل. أش قولك مخالفين؟ مخالفة مريقل؟ حتى أنت مريقلة وربي يفضلك. ربي يعينك.